إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الفقرة المتميزة. راح نتكلم في موضوع وايد مهم الصراحة فاطمة. يعني إحنا تونا كنا نتكلم عن الغذاء وفعلا دائما يأثر على حياتنا، ولكن في بعض الأمراض اللي قاعدة تأثر على جسمنا، وإحنا اليوم راح نركز في هذا الموضوع عن مرض السكر. فعلا يعرف مرض السكر على أنه مرض مزمن يؤثر على قدرة استفادة الجسم من الطاقة اللي نستمدها من الطعام، هالشيء يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم. طبعا موضوعنا اليوم راح يكون عن حملة شبابية جدا متميزة اسمها بلو سيركل، ركزت على هذا الموضوع أكثر وعندها فعاليات إن شاء الله بنتكلم عنها أكثر، لكن خلينا في البداية نشوف هذا التقرير ولنا عودة إن شاء الله. رجعنا معاكم مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة مريم الأستاذ، مؤسس ورئيس مجموعة بلو سيركل. صباحك الله بالخير وحياك الله معنا. هلا والله، منورتنا في شاي الضحى. في البداية ودنا نتكلم عن حملة بلو سيركل، شنو الهدف منها؟ طبعا حملة بلو سيركل هي عبارة عن مجموعة شبابية تطوعية، احنا هدفنا نشر التوعية وتقديم الدعم المعنوي حق الأشخاص اللي فيهم سكر، وان احنا بعد فينا سكر بالحملة. نعم، حلو انكم انتم يعني تعانون من هالتجربة هذه ايضا وتحبون تفيدون الغير، لان في وايد اشخاص يمكن استفادوا وعرفوا شلون يكيفون حياتهم، لكن في اشخاص فعلا يحتاجون الى ان الواحد يلتفت لهم ويقدم لهم المساعدة. انا بتكلم اكثر اليوم عن اعضاء الفريق، كونكم يعني مجموعة شبابية وهدفكم جدا سامي، يعني انكم تقدمون هالنصح والارشاد حق مجموعة وشريحة موجودة بالمجتمع، فنتكلم شوي عن اعضاء الفريق. طبعا اعضاء الفريق فيهم سكر. نعم. في عندنا 7 اعضاء هم الاساسيين، وعندنا يمكن 50 عضو، منهم النوع الاول النوع الثاني، منهم اشخاص ما فيهم سكر لكن اهاليهم فيهم فحابين ان هم يتطوعون معنا. نعم. لاحظنا ان وايد اشخاص بالكويت ما يحبون احد يدري فيهم سكر بسبه النظره السلبيه. نعم. ان انت فيك سكر ما تقدر مثلا تسوي رياضه، ما تقدر تاكل كذي وكذا، يعني يحسسونه بالضعف مثلا، بالضعف. أي. فما يحب احد يدري، لكن وهم لما يروح حق الدكتور ما يحب ياخذ نصيحه من الدكتور، بس لما يشوفنا احنا عايشين حياه طبيعيه ونفس حالته فيسمع لنا اكثر. هل العمر يحكم في النقاط اللي ذكرتيها؟ لان دائما نلاحظ خاصه الكبار في السن ما يقدرون موضوع الالتزام بالاكل اللي يناسب مرضى السكر، يبون ياخذون راحتهم، احيانا يعاندون، فهل العمر هنا يحكم؟ في دوره بالكويت اسمها دافني تعلمك شلون تتحكمين بالسكر، شلون تحسبين الكربوهيدرات، شلون تاكلين. الأشخاص اللي تقريبا من عمرنا اللي هم الشباب وكذي لاحظنا أنه بسرعة يتفاعلون مع الدورة، في كبار يتفاعلون لكن لاحظنا الأغلبية صعب، أنه متعودين على نمط معين، يبون يأخذون راحتهم، صح. يبون يأكلون على راحتهم، وتقول أضيع وقتي قاعد أحسب ولا قاعد كذي ما تبي، لكن الشباب هم اللي يبادرون أكثر بهالشيء. وحلو أنكم أنتم عندكم تجربة كبيرة من خلال مرض السكر، فقاعدين توعون المجتمع. يعني اليوم أي شخص عنده المعلومة لا يبخل على غيره، يعني أنا ما أنطر لازم أروح المستشفى وأسأل الطبيب والطبيب يعطيني المعلومة. نعم، ونعم في دكاترتنا وموجودين، لكن في أشخاص عندهم تجارب استفادوا منها وعندهم هذه المعلومات، مخزون كبير من المعلومات مثل حضرتك يعني، فقاعد تفيدينا أكثر في هذا الموضوع. اليوم يمكن في أي حملات شبابية في بدايتها احيانا تواجه نوع من المصاعب، هل كان في بدايتكم مصاعب واجهتوها حسيتوا ان ما قدرتوا انكم انتوا توصلون بسرعه للهدف اللي تبونه؟ طبعا احنا كل سنه نحط لنا فعاليات، وكل سنه عن سنه نبي نكبر ونبي فعالياتنا تكثر اكثر عشان نوصل حق شريحه اكثر من الناس. نعم. لكن اللي يكون عائق لنا هو مثلا الدعم المادي، نواجه صعوبه بهالشيء هذا، وهم بخصوص الأشخاص اللي مثلاً يبون يشاركون لكن ما يبون أحد يعرف، والأمور هذه نحس إن فيها صعوبة. نعم، بالنسبة للفعاليات اللي تسوونها وتنظمونها وخاصة السفر، شنو نوعية هذه الفعاليات أو شنو تقدمون فيها؟ طبعاً هذه الفعالية إحنا جداً فخورين إن سويناها، من زمان كنا نفكر نسويها والحمد لله سوينا واحدة العام، والسنة هذه هي فعالية رياضية. الهدف منها أن نأخذ مجموعة من الأشخاص فيهم سكر ونروح معاهم نصعد 6 جبال، والعام عبرنا من دولة لدولة بالقواري، وشلون نشوف كل شخص يتحكم بسكره ويقدر يسوي كل هالأمور. طبعا في وايد أشخاص شكوا بنفسهم بالبداية أن كانوا يقولوا لنا مستحيل ما نقدر، لكن يعني استانسنا بالنهاية لما شفنا كل من قدر والحمد لله. طبعا الصور اللي قاعدين نشوفها تثبت منكم فعلا يعني قمتوا في هذه الرحلات، ومبين أن كان في متعة واستمتاع كبير، يعني وحلو أنكم وثقتوها في هذه الصور. تشجعون الأشخاص اللي ما شاركوا أو الأشخاص اللي يتحرجون لأنهم يقولون إحنا مصابين بمرض السكر وهو شيء مو عيب ولا غلط، بالعكس
خلي المجتمع يعرف شلون يتعامل ايضا معك ويقدرك لما تقول انا ما اقدر مثلا اكل هالمأكولات هذه، يكونون هم عارفين ونفس الوقت يساعدونا ايضا. لكن باكر ان شاء الله في ايضا مناسبه مميزه ومهمه اليوم العالمي لمرض السكر، فانتم عندكم فعاليات اكيد مجهزينها حق باكر، وانتم دائما جاهزين حق هالموضوع هذا، فقولي لي شو راح تسوونه باكر ان شاء الله؟ ان شاء الله باكر راح نحتفل بيوم السكر العالمي في برج الحمراء، راح يكون في السرداب من الساعه 5:30 للساعه 8. الفعاليه عباره عن محاور نقاشيه مع دكتور السكر ثامر العيسى ومع اعضاء بلو سيركل عن حياتهم مع السكر، وبعدين بعدها في لعبة البحث عن الكنز راح تكون في البرج نفسه. أهمية هذا اليوم الاحتفال فيه بالنسبة لكم كمجموعة توعي المجتمع في نقاط وايد يعني تهم مرضى السكر في هذا اليوم؟ أي طبعا نبين لهم أن الشخص اللي في سكر يقدر يعيش حياة طبيعية حالة حال أي شخص ثاني إذا هو قدر أنه يتحكم بسكره صح. وإحنا نحتفل بهاليوم لأن مخترع الأنسولين هذا يوم عيد ميلاده، ولما أخوة كان إحنا بدون أنسولين ما قدرنا يعني ما يقدر الشخص بسكر يعيش بدون انسولين. فيعني الحمد لله ربي شافيكم ان شاء الله، ودائما في امور الواحد يقوم فيها ينجزها في حياته يلقى المقابل اكيد، والمقابل يا ربي الشفاء التام يعني والصحه والعافيه. يعني الواحد كافي انه هو ما في شيء، يحس انه هو يمارس حياته بشكل طبيعي، ما في شيء قاعد ياثر عليه. انا ودي اعرف المجاميع الشبابيه اللي تلتقون فيها شلون تقدرون توصلون لهم؟ يعني اكيد اليوم اللي قاعد يتابعنا يقول انا ودي انضم لكم او اشارك معكم بالفعاليات هذه، فشلون يقدر يشارك معكم؟ عندنا حساب بالانستغرام بلو سيركل كي دبليو، وفي خط ساخن، واحنا بحسابنا نحط كل فعالياتنا اللي بنسويها. نعم، اذا بنرجع لتسميتكم لهذه الحمله بلو سيركل، شنو سر الاسم؟ اكيد في قصه وفي موقف خلاكم تتفقون على هذا الاسم. طبعا البلو سيركل هو الشعار العالمي للسكر. نعم. هو دائره مثل الطاوله المستديره، كل اللي قاعدين عليها متساوين، ولونه ازرق مثل السماء اللي تشمل جميع الامم. نعم، وحلوكم انتم يعني حتى هدفكم وشعاركم يعني يوصل رساله يعني حق المجتمع. وهذه الملتقيات اللي قاعدين تسوونها بين الفتره والثانيه مع المجاميع الشبابيه، هل تحسون انه قاعدين تفيدون الشباب اكثر اليوم؟ تحسون انه دائما يعطونكم افكار؟ يعني اليوم الواحد يمكن يحتاج الى فكره علشان يطور من هالحملات هذه، يعني حتى الواحد يقول مثلا بالمستقبل شو اللي ممكن انا اسوي اذا ما كان في افكار وتبادل اراء، هل تسوون هالخطط هذه غير الفعاليات؟ طبعا نتساعد، ويعني احيانا تكون لنا فكره وهم عندهم فكره مع بعض نقدر نسوي شيء اكبر واكبر ونوصل حق شريحه اكثر. فكيف تروحون حق المدارس مثلا تتكلمون مع الاطفال الصغار؟ في اطفال صغار يعني فيهم سكر وهم يخافون ويطايقون، يعني انا هم اقول الله يعين اهلهم شلون ممكن يوصلون لهم المعلومه، فكيف تروحون حق الاطفال الصغار؟ طبعا احنا لحد الحين ما رحنا حق الاطفال. نعم. لكن سوينا فعاليه للاطفال ويونا اولياء امور، ويعني رده فعلهم كانت جدا ايجابيه، يعني يشوفونا ان احنا من احنا صغار فينا سكر والحين كبرنا، فيعطيهم هذا مثل امل ان عيالهم راح يكبرون ويصيرون زينين وما فيهم شيء بالنهايه. صح، لان المحادثات تصير عند الاهل دائما والخوف والقلق. لان احس ان اسماء صعب انه يكون في كنترول على الاطفال طبعاً. في هذا العمر ومرض السكر يعني يبي له دقه في اخذ الجرعات، حتى نوع الاكل اللي ممكن ياكلونه في المدرسه او السناك، فكل هذه الامور لازم اولياء الامور ياخذونها في عين الاعتبار. ايضا المدرسين واداره المدارس يكونون حريصين في انه يوعون الاطفال وينتبهون عليهم ويراقبونهم من فتره لفتره، ويكونون الاطفال خلاص متعودين منهم صغار قد هذه المسؤوليه، مسؤوليه نفسهم يكون لايف ستايل صحي يتبعونه في حياتهم. بالنسبه للدورات اللي تقدمونها من خلال فعالياتكم، هل في دكاتره متخصصين او شخصيات تكون حاضره معاكم؟ طبعا احنا اذا سوينا دوره تخص حسبه الكربوهيدرات لازم يكون معنا اخصائيه التغذيه هي اللي تعطي الدوره، اذا في شيء يخص امور طبيه لازم معنا دكتور مختص وهو اللي ويتكلم عن المعلومات الطبيه. طبعا احنا في المجموعه معنا دكتور وهو دائما يعطينا يعني نصايح شنو نقدر نقوله وشنو نقدر نفيد الناس فيه. نعم، ودائما اسمع ان الرياضه مهمه جدا، يعني الرياضه في حياتنا كلنا، مو شرط الواحد ينطر انه يكون في شيء عشان يمارس الرياضه، لا ممكن يكون شخص طبيعي وما في اي شيء ما يمارس الرياضه حتى ولا يهتم فيها، تحرصون على موضوع الرياضه يكون عندكم مثلا مدربين مختصين هم يشاركون معاكم، يعني تسوون مثلا كفريق تطلعون برا الى المجمعات؟ احنا نشوف مرات كذي انا انجذب ابي اعرف شو السالفه، مرات حتى استحي اني اسالهم لكن يجذبوني فعلا بنشاطهم. تسوون مثل لا ما سوينا بس ان شاء الله نسوي، ولاحظنا هالشيء بالرحله الرياضيه ان جرعاتنا كلها قلت بسبب الرياضه، ان ننظم السكر اكثر في جسمنا.
خاصة الجو الحين عاد حلو، ممكن تسوون الفعاليات هذه أوتدور. إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذة مريم الأستاذ، نورتينا في شاي الضحى، وموفقين إن شاء الله في فعالياتكم من خلال حملة بلو سيركل. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. شكراً. أسماء، فقراتنا دائما متنوعة في شاي الضحى، راح ننتقل لفقرة مميزة كلها فن وإبداع من خلال أمور متوفرة في البيت. يعني أنا أحس أن الموضوع فيه شوي نوعا ما ريسايكل. ساعات تشوفين مثلا قطعة عندك في الكبت، خاصة في الأزياء، من تضيفين عليها بعض الاكسسوارات والالوان، صح. تتجدد، تصير قطعه جديده، تصير معك هالسوالف هذه وايد الصراحه، وخصوصا انت لما تفكرين شلون تطورين من الاشياء اللي موجوده عندك داخل البيت وتغيرين من شكلها، مجرد يمكن لمسات بسيطه جدا تتغير وتصير خلينا نقول لوحه فنيه. ايضا عندك بعض المقتنيات اللي بالبيت بدال ما تقطينها استفيدي منها، واحنا دائما نتكلم عن الريسايكل بانه هو يفيد البيئه ما يضرها، احنا نوخر عن الامور اللي ممكن تضر البيئه، هذا موضوع ايضا داش فيه خلينا نقول الريسايكل اللي ممكن يحسن من جودة البيئة. دائما أبرار الزنكوي في هذه الفقرة عودتنا في أن تراوينا شلون نسوي ريسايكل على الأغراض الموجودة عندنا في البيت وتحولها للوحة فنية. تابع التفاصيل معها.